قبل أن ندخل في مباني المحدث الاسترابادي، من هو المحدث الاسترابادي؟ الخطورة في المحدث الاسترابادي أن هذا الرجل كان أصوليا ومجتهدا من الطراز الأول، ثم انقلب ماذا؟ ها؟ على ماذا؟ على الأصوليين. وهذا معناه، التفت، وهذا معناه أن كل نقاط الضعف عند الأصوليين يعرفها أو لا يعرفها. مرة يأتي واحد من خارج المدرسة وينقد، هذا لا يعرف مباني المدرسة، لا يعرف. افترض ملا صدرة ينقلب على الفلسفة، يبقي من الفلسفة شيء أو لا يبقي؟ لا. لماذا؟ لأنه يعرف كل مباني الفلسفة. ما تقدر تتهمه أنت لا تعرف. تستطيع أن تتهم ملا صدرة لا يعرف؟ ما يمكن. مرة افترض السيد الخوئي ينقلب على علم الرجال، واقعا اكو واحد يقدر يقول للسيد الخوئي انت مباني الرجالية مو بيدك؟ ابدا ما يمكن. ولهذا نقاط الضعف. ولهذا هنا في صفحة اعزائي، في صفحة 205، يقول كان الاسترابادي في البدء ضمن المجتهدين، وقد أخذ الإجازة من صاحب المدارك وصاحب المعالم. عالم لم يكن إنسان عادي الاسترابادي، وظل لفترة يتبع طريقتهما، لكن لم يمض طويل وقت حتى أعرض عن أسلوب أستاذيه وهب لمعارضة فريق المجتهدين. ويعتقد البعض أن جميع الخطوات التي خطاها كانت نتيجة تأثير أفكار أستاذه المرزا محمد الاسترابادي. هسه هذا بحث آخر، من أين أخذ النظرية؟ له بحث آخر. إذن أعزائي تعالوا معنا إلى الأمين